وبالتالي يا جماعة إن المسألة أنا شايف إن أنا الحقيقة مهمتي إن أنا مش أطمن الناس، إن أنا أقول للناس الحقيقة. أنا شغلتي مش مطيباتي، أنا مهمتي إن أقول للناس الحقيقة. كلام كتير جدا جدا منتشر على السوشيال ميديا والبهوات قاعدين بيسمعوا، فزي ما قلت الحقيقة إن في الأزمة دي بان لنا وزير الصحة المحترم ومحافظ أسوان الجدع. الجدع بمعنى إيه؟ الحقيقة راجل جديد الحقيقة، ونزل لأنه مقاتل، نزل وشرب وقعد مع الناس وعمل حاجات، عمل حاجات يعني تقول إن هذا رجل الحقيقة محافظ محترم. كنت بتمنى إن بتوع شركة المية يبقوا على نفس المستوى ويطلعوا هم يتكلموا، إنما هم قاعدين لابدين في الدورة، مش في المحافظ بيشتغل، مش عارف مين بيشتغل، إحنا مالناش دعوة. النهارده المحافظ نزل وقعد يطمن الناس ويشرب من الحنفيه وقعد يشرب مع الناس شاي، وقعد هو ده المسؤول المحترم اللي المفترض نحافظ عليه. وفي الازمه دي المفترض تعلمنا حاجات كتيره جدا. على فكره هو معايا الوزير محافظ اسوان. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم، سيد اهلا بحضرتك ومشكرين على الكلام الجميل ده. بجد والله يا فندم انا مش بجامل ولا حاجه، انما انا عاجبني الاداء جدا جدا، وان انت تنزل وان انت بتقوم بدور مهم قوي قوي. فيعني اولا انا بأحييك واقدرك واشكرك يعني ان انت موجود في الصوره مع الناس. انت النهارده نزلت وشربت ميه الحنفيه ومن ميه وعملت شربت شاي وقعدت مع الناس، وده كان ردا على كلام كتير جدا ان لا تشربوا من ميه الحنفيه، اوعوا تعملوا كده لان الميه ملوثه. ايه الحكايه بقى يا سياده الوزير؟ يعني انا عايز بس في البدايه يا فندم، يعني الساعات اللي بتدار على وسائل التواصل الاجتماعي ليس اساس من الصحه، ويعني استسمحك سياده الوزير اتحرك يمينا او يسارا قليلا من فضلك عشان واضح الشبكه فيها حاجه عشان الصوت يطلع واضح. اتفضل يا فندم. بقول لسيادتك الامور اللي بتثار على وسائل التواصل الاجتماعي كانت محتاجه مننا تحرك سريع، لأن زي ما حضرتك عارف إن أسوان على بداية الموسم السياحي إن شاء الله الشتوي اللي هيبتدي الجمعة الجاية، وإحنا ما كانش فيه استعداد عندنا إن إحنا بسبب يعني الأقاويل اللي بتثار على وسائل التواصل الاجتماعي تؤدي إلى حدوث ركود في الموسم السياحي. فإحنا يا فندم تحركنا فورا ونزلنا النهارده من الصبح بدري، رحنا منطقة أبو الرئيش اللي هي المنطقة اللي بدأ فيها النزلات المعوية. ابتدينا بالمدرسة ودخلنا لجميع المدارس سنة ابتدائي واعدادي وثانوي، وقضينا مع الطلبة يوم دراسي كامل. وانا بطمن حضراتكم جميعا كان نسبة الحضور، يعني مش عايز ابالغ واقول 100%، لكن فعلا كان نسبة الحضور عالية جدا. وبعد كده توجهنا الى اهالينا اللي اصروا يا فندم ان انا ادخل احد البيوت ويعني اتناول معاهم الشاي والميه. ويعني انا عايز اقول لحضرتك اهالينا في منطقه ابو الريش يعني من زي ما حضراتكم عارفين من اجمل الاهالي، يعني الحقيقه اهالي اسوان يعني اللي هم فعلا اهالي اسوان الحقيقيين. دخلنا قعدنا معاهم واستمعنا الى مطالبهم وتناولنا معاهم الشاي، وعايز اقول لحضرتك يعني كم البساطه والجمال اللي كان في الحديث اللي بينا، وكان ابلغ الرد على كل الاشاعات اللي بتدور في وسائل التواصل الاجتماعي. ده كلام محترم. انا بقى فقط ليا عتب يا سياده الوزير ان بتوع شركه الميه يا فندم بما لديهم من معلومات فنيه واشياء كانوا لازم يطلعوا بيان ويطلعوا يتكلموا، لان السوشيال ميديا مليان وهم مش هنا خالص يعني. فالراجل اللي عند حضرتك في اسوان بتاع شركه الميه كان يجب انه اضعف الايمان يصدر بيان. يعني انا عايز اقول لحضرتك يا فندم، اطمن حضراتكم جميعا يعني بخصوص الميه، انا النهارده برضو استكملت الرحله ودخلت لي احد محطات الميه، وكانت الحقيقه يا فندم تاكدت تماما بنفسي ان الميه على اعلى مستوى وان الخارج بتاعها مطابق تماما للمواصفات الفنيه. مش بس المحطه دي يا فندم، اكتر من 100 يعني احنا عندنا في اسوان حوالي 103 محطه بالظبط،
في فرق فنيه من وزاره الصحه، من شركه الميه، من محافظه، بتمر بصفه دوريه وبتاخد عينات وتتاكد تماما من مطابقه هذه العينات للمواصفات الفنيه. ويعني انا يعني لو تسمح لي حضرتك يعني انا بعتذر بالنيابه عنه اذا كان في تقصير منه او حاجه، لان هو فعلا في قمه المسؤوليه هذه الايام، وخصوصا يعني مع تواجد السيد رئيس الشركه الفضل نيال سرب القصر الصحي متواجد معانا هنا في اسوان عشان يراجع بنفسه على هذه المشكله. يا سياده الوزير، كل اللي احنا طالبينه مش عايزينه يتكلم، يطلع بيان يا فندم بالطريقه فنيه يطمن الناس. والله العظيم يا فندم، والله العظيم انا في ناس من الخارج قد كده بيكلموني، وقبل ما ادخل البرنامج في ناس مصدقه الشائعات دي. فكان المنتظر من السيد رئيس الشركه القابضه والسيد تاني انه كويس اللي حضرتك عامله النهارده 10 على 10، بس هم كانوا لازم يطلعوا يطمنوا الناس يا سياده الوزير. يعني ان شاء الله باذن الله يا فندم انا هتحدث معاهم في هذا الشان، لكن انا بطمن حضراتكم جميعا وبطمن كل الاسر، وان التحاليل الخاصه بهذه الشركه على اعلى مستوى يا فندم والله، والمواصفات مطابقه تماما للمواصفات الصالحه للاستهلاك الادمي، وخارجه من محطات المياه على اعلى مستوى. وبعدين يا فندم يعني اذا كانت المياه في اسوان مش هتبقى جميله، امال هتبقى فين يعني؟ بالظبط كده يعني. انا بس عايز اقول لحضرتك يا فندم وانت معايا دلوقتي، شركه المياه مطلعه بيان الان حالا، مطلعاه دلوقتي حالا، وانا هقراه بعد حضرتك ما تخلص. وانا بشكرك شكرا جزيلا سياده الوزير.